بشرة خير ديال افتتاح المطارات وخاصة من بعد المطارات كيجيو رجال الاعمال والسياح وكيجيو حتى الجالية العالمية ديالنا كيشوفوا الاهل ديالهم وخاصة كنستناو باش يتحلوا الموانئ هما هو الاقتصاد المغرب هما هم الموانئ وخاصة الموانئ اللي كتجي فيها السلع كيقولوا غادي تحل في لوكانز في هذا الشهر هذا ان شاء الله ولنا ما نقدرش نقول لك بالضبط واش لو كانز ولا ماشي لو كانز انا سمعت ربما لو كانز ولكن كنستناو وزاره التجاره ربما عندها راي في هذا الشيء الموانئ كلهم ديال المغرب خاصه طنجه او الناظور او الجديده او الدار البيضاء على حسب السلع باش تجيب كثره وهذا يعني مفاجئ لينا احنا ك ك كغرف التجاره والصناعه والخدمات كاين الناس اللي ما يقدروش يسافروا انما كيقول لك خصهم بي سي ار خصهم التلقيح الاول والثاني والثالث كاين اللي ما عندوش الثالث ربما ما كيسافرش انا ما على ما اظن ربما كيقولوا كيكون التلقيح الاول والثاني مع مع البي سي ار يعني هادو كلهم غادي يبانوا في الاسبوع القادم ان شاء الله وهذا بشرة خير لهذه الحكومه هذه باش حلت لو في هذا الشهر هذا يعني غادي يتحرك ان شاء الله الاقتصاد غادي يتحرك وغادي يكون نستنى الله سبحانه وتعالى يمطرنا هذا هو اللي اللي هو جاد وكنستناوه بشغف وهو الامطار ان شاء الله الله يروينا على قد ننفعه باش تكون هذا العام ان شاء الله يكون مزيان وحنا كنتمنوا عندنا الثقه في الحكومه اللي حلت وما مره اخرى ان شاء الله